أنا كإنسان مثقف بقرأ التاريخ وبقرأ رؤية الشعب الحقيقية، وبنظر أنه أنا بعرف الشعب الأمريكي شعب حي، شعب محب، شعب كريم، شعب مقدر للعلم وللإنسان. زوجتي وبنتي ولاد أخوي 4 ما زالت يعني بعمل، يعني أعمار من سنتين ل15 16. الأمريكي وبالتالي ما عم بيحبوا يتفاعلوا معه ويقبلوا عندهم، ولكن إذا احتكوا معهم بشكل مباشر عرفوا حقيقتهم أكيد هن من هالشعب الشعب الأمريكي المحبوب، وراح يحبوا بعضهم ويكون في التعاون وهالتآلف وتنزال هالخوف أكيد. يعني أنا واثق، هذا وجهة نظري. طبيعة شغلي عدة مجالات كان عندي، المجال كان تدريس في الجامعة، المجال الثاني في مجال الدراسات الاستشارية، في مجالات كثيرة يعني كنا نشتغل، طبعا أكثر شيء في مجال الهندسة، لأن الإنسان هو اللي بيحدد العلم وليس العلم بيحدد شخصية الإنسان. الإنسان هو اللي يولد طاقة عنده لأبدع، ممكن أسس نقاط معينة، أفكار معينة، ونتيجة وليد الأفكار تولد عنده حالة علمية محددة أو أكثر. يعني في المستقبل أنا بتمنى تكون مستقبلي مثل مستقبل أي إنسان سوري أو أمريكي موجود هون، يعني مفروض أنا أكون إنسان فعال. حتى أكون فعال المفروض أكون أنا مواطن أمريكي حقيقي، يعني أنا ما بدي أحس حالي أنا كضيف أو عبء على المجتمع الأمريكي. أنا بدي أحس حالي مو أحس أكون حقيقي، إنسان حقيقي مواطن مثل أي مواطن آخر.